بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب سنن الدارمي للإمام الحافظ الحجة أبي محمد عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الفضل ابن بهرام الدارمي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. الباب 75 بعد 100 من كتاب الصلاة، باب في سجدتي السهو من الزيادة. والسهو هو النسيان في الصلاة، ويجبر النسيان في الصلاة إن تركت ركنا أن تفعله ثم تسجد للسهو في الآخر، وإن تركت سنة من الأبعاد لا تفعلها وتسجد للسهو في الآخر. لكن إيه الحاجة اللي لو تركتها لازم تفعلها؟ لو تركت فرض ركن، تركت سجدة، سجدت سجدة واحدة ورحت قايم على طول، تلبست بالركعة، اعمل ايه وتذكرت؟ انزل ساجد ولا انزل قاعد؟ انزل قاعد، لان الجلوس بين السجدتين ركن، يبقى لازم انزل قاعد. عشان كده لما اسجد واقوم يبقى انا تركت ركنين، الجلوس بين السجدتين وسجدة تانية. فهمت بقى ازاي؟ ففي الحالة دي اول ما اتذكر اعمل ايه؟ اروح جالس اولا عشان اجيب الجلسة بين السجدتين، وبعدين اسجد، وبعدين اقوم اكمل صلاتي عادي، واجي في الاخر اسجد لسه. يبقى الاركان لازم اعملها، مفيش حاجه اسمها الركن انا معدى سيبه وبعدين اسجد للسهو. لا، السهو لا يجبر نقص الاركان، يجبر نقص السنن. ما قريتش التشهد الاوسط، ما صليتش على النبي فيه. يعني الشافعي عندهم اللي ما يصليش على النبي في التشهد الاوسط عليه سجود سهو، بمذهب الشافعي كده. لابد انك تقرا التشهد الاوسط وتصلي على النبي فيه. فلو قريت التشهد الاوسط وما صليتش على النبي فيه عليك سجود سهو عند الشافعي. فهمت ازاي؟ وما عليكش سجود سهو عند باقي المذاهب. قنوت الصبح اذا فاتك، قنوت الصبح ده في الركعه الثانيه بعد الرفع من الركوع. طب انا نسيت وقلت الله اكبر وسجدت على خلاص، ما ارجعش، خلاص مش مشكله، واسجد للسهو. فهمت بقى ازاي؟ بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام الدارمي في سننه الحديث 37 بعد 500، قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا ابن عون عن محمد عن أبي هريرة. محمد هنا في طبقة التابعين يبقى محمد بن سيرين، لما يقول محمد ويسكت في طبقة التابعين يبقى محمد بن سيرين قولا واحدا كده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي، اللي هي الظهر أو العصر، يسموها صلاتي العشي، الظهر أو العصر، فصلى ركعتين ثم سلم وقام إلى خشبة معترضة في المسجد فوضع يده عليها. يعني صلى ركعتين في صلاة رباعية، ووقف كده استند على ايه؟ خشبة، وشكله مشغول في حاجة. قال يزيد وارانا ابن عون، يعني ايه ورى لهم ايه؟ العصاية، يعني اللي هي ايه؟ المعترضة يعني. ووضع كفيه احداهما على ظهر الاخرى، وادخل اصابعه العليا في السفلى. يعني ايه؟ تشبيك كده، ايه حال الانسان المشغول في حاجه معينه. واضعا وادخل اصابعه العليا في السفلى واضعا وقام كانه غضبان. غضبان يعني ايه؟ كانه مهتم بحاجه معينه، فاللي يشوفه من بعيد كده يقول ايه؟ ما تقربلوش الوقت ده، مشغول، كانه غضبان يعني. قال فخرج السرعان من الناس. بعد ما سلم من ركعتين، الناس اللي متعودين اول ما الامام يسلم يخرجوا على طول، ما يقعدوش كده يختموا الصلاه، اسمهم سرعان الناس.
فخرج السرعان من الناس وجعلوا يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة قصرت الصلاة، بيقولوا البعض لأنهم داخلين هيصلوا أربعة لقوا النبي سلم من اتنين. وفي القوم أبو بكر وعمر فلم يتكلما، وفي القوم رجل طويل اليدين يسمى ذا اليدين. النبي سماه ذا اليدين ليه؟ لأنه هو واقف كده ايديه طول ركبته، واخد بالك ايده طويلة شوية خلقته كده. انت المفروض انت واقف ايدك تبقى فوق ركبتك بحوالي ايه 4 صوابع او شبر، واخد بالك طول ما انت واقف كده. لكن ده هو واقف كده يلمس ركبتي، فكان ايديه طويلة، فالنبي سماه ايه ذو اليدين. فقال يا رسول الله أنسيت الصلاة أم قصرت؟ فقال ما نسيت ولا قصرت الصلاة. فقال فالنبي لما لقى بيقول كده والصحابة كلهم ساكتين قال لهم أو كذلك، يعني حصل فعلا كده؟ قالوا نعم. قال فرجع فأتم ما بقي ثم سلم وكبر فسجد طويلا ثم رفع رأسه فكبر وسجد مثل ما سجد ثم رفع رأسه وانصرف، يعني سلم، يبقى ما فيش تشهد ايه بعد سجود السهو ولو كان بعد التسليم. وعنه به قال اخبرنا عبد الله بن صالح. فهنا ايه اكمل الاول، ليه؟ لانه ترك ركعتين، والركعتين دول يعني ما ينفعش تجبرهم بسجدة السهو، لازم تجيبهم الاول. فعمل ايه اكمل صلاته بركعتين تانيين، انضموا لركعتين الاولانيين فبقوا 4، ثم سجد سجدتين بعد التسليم ثم سلم. وعن ابي قال اخبرنا عبد الله بن صالح. وهنا الامام مالك استدل بجواز الكلام في الصلاه ان كان لمصلحته. الامام مالك استدل بايه؟ بجواز الكلام في الصلاه ان كان لمصلحه الصلاه، لانه ايه قال له للرسول، لان لما انصرف من ركعتين كانوا لسه في صلاة لأن اللي هي 4، فالتاني قال له أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فعدها الإمام مالك لقاها يجي 7 8 كلمات، قال لك فإذا كان كلام لمصلحة الصلاة ما يزيدش عن هذا العدد يبقى الصلاة صحيحة. كأن تقول للإمام مثلا قمت إلى 5 اجلس، يعني إمام وقف الخمسة وهي في صلاة رباعي تقول له سبحان الله مش عايز ينزل، وانت قاعد كده سبحان الله مش عايز ينزل، الشافعية يعملوا ايه؟ يسيبه خلاص ينزل ما ينزلش ملوش دعوة، الشافعي هيقعد يقرا التشهد وقاعد في أمان الله لحد ما ينزل هو يقرا ويسلم بعديه، أو يسلم ويسيبه ينصرف وتنه ماشي، فاهم؟ لانه ما عنده الشافعي مش مسموح له يتكلم في الصلاه الا بسبحان الله بس، فهمت؟ لكن المالكي ممكن يقول له ايه وقفت لخامسه اجلس، يوم ايه يبقى في الحاله دي لانها لمصلحه الصلاه. لكن الشافعيه ما خدوش بما ذهب اليه المالكيه من هذا الحديث، قالوا ايه لان هذا حادثه حال لايه بسبب التشريع، لأن الناس كان النبي والنبي ربما يتغير الحكم في فعله، وعلى شكل استفهموه، إنما بعد النبي خلاص ثبت التشريع فمش محتاج كلام بقى خلاص، فهم؟ الشافعية إيه ما استدلوش بجواز الكلام عارفين الحديث ده. وعن أبي قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر لإحدى صلاتي العشي، فسلم في ركعتين من إحداهما، فقال له ذو الشمالين ابن عبد عمرو ابن نضلة الخزاعي وهو حليف بني زهرة أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر. فقال ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله، شوف الأدب.
فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة، ولم يحدثني أحد منهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين وهو جالس في تلك الصلاة، وذلك فيما يرى والله أعلم، من أجل الناس يقنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استيقن، يعني ذكروه يعني. وعن أبي قال: حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر خمسا فقيل له فسجد سجدتين. باب: إذا كان في الصلاة نقصان. نقصان زي إيه؟ لو نسيت التشهد الأوسط مثلا. وعن أبي قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن ابن بحينة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام ولم يجلس، يعني إيه لم يجلس للتشهد الأوسط، وقام الناس، فلما قضى الصلاة نظرنا تسليمه فكبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم سلم. يبقى هنا سجد قبل التسليم وهناك سجد بعد التسليم، فبعض العلماء قالوا هي للتخيير، عند سجود السهو هي أنت مخير أن تسجد قبل التسليم أو تسجد بعد التسليم، واختار الشافعية قبل التسليم مطلقا، واختار الأحناف بعد التسليم مطلقا، وعند المالكية تفصيل، قالوا إذا كان السهو بالزيادة فيكون سجود السهو بعد التسليم، وإذا كان السهو بالنقصان فيكون سجود السهو قبل التسليم. دي تفاصيل المذاهب يعني. وعن أبي قال: أخبرنا محمد بن الفضل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن مالك بن محينة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام من الركعتين من الظهر أو العصر فلم يرجع حتى فرغ من صلاته، ثم سجد سجدتين، سجدتي الوهم اللي سجدتي السهو يعني، ثم سلم. يبقى لو انت فاتك التشهد الأوسط وتلبست بالقيام ما ترجعلوش، واضح؟ استمر في صلاتك واسجد للسهو في الآخر. وعن أبي قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، يعني ما جلس للتشهد الأوسط، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم، وقال: هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا سجد سجدتي السهو بعد التسليم مع ان السهو بالنقصان، فهمت؟ في حديث المغيرة بن شعبة. وعلشان كده معظم العلماء قالك هي للتخيير، وخلاف المذاهب في اختيار الافضل بس، فهمت ازاي؟ يعني خلاف المذاهب اختيار الافضل بس، لكن كل الصور صحيحة سواء قبل التسليم او بعد التسليم كله ماشي، ده اللي هو ايه، ده الراجح كما ذكر ذلك في الفتح الإمام ابن حجر. باب النهي عن الكلام في الصلاة. انت عارف ان ايه، الصلاة في الاول كان الكلام فيها مباح، يعني ممكن وانت بتصلي واحد يقول لك السلام عليكم، تقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل وتكمل صلاتك عادي خالص، كانت الصلاة كده عادي. او انت بتصلي واحد هيقوم يمشي وانت عايزه، تقوم تقول له انتظرني شوية كمل صلاتك عادي، كانت كده عادي. او مثلا عطست كده في الصلاه فايه، فقلت الحمد لله، فقام قال لي بره الصلاه يرحمكم الله، اقول له يهديكم الله ويصلح بالكم واكمل عادي. كانت الصلاه كده زي ايه، زي الطواف، مش الطواف صلاه واباح الله فيه الكلام، فهمت؟ فكانت الصلاه والطواف الكلام ايه عادي فيها في اثنائها، لحد ما نسخ بقى الكلام في الصلاه وبقي الكلام في الطواف مشروع الى ايه، الى يومنا. وعن أبي قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال:
بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله. هو كان لسه مش فاهم إن النبي نهى عن الكلام في الصلاة، فده دخل بيصلي لقى واحد عطس قال له يرحمك الله. قال فحدقني القوم بأبصارهم، كلهم بيحلقوا له كده يعني كده ما يصحش. فقلت وا ثكلاه ما لكم تنظرون إلي، يعني ايه مش عاجبه يعني، ما احنا كنا بنتكلم عادي يعني فهمت. قال فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم، قاموا عملوا له يعني ما ترغيش بقى كفاية بقى، واخد بالك. فلما رأيتهم يسكتونني قلت ما لكم تسكتونني، لكني سكت بقى وكملت الصلاة. قال فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما ضربني ولا كهرني يعني نهرني ولا سبني، ولكن قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن. والنبي إيه قال كده إمتى؟ ونهى عن الكلام في الصلاة لما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فلما نزلت هذه الآية قال إن الله حرم الكلام في الصلاة. قوموا لله قانتين يعني صامتين عن كل كلام سوى إيه؟ سوى القرآن والذكر. طبعا الحديث ده ليه قصة طويلة. بعد كده بقى قاعد يسأل النبي ان في ناس بتروح للكهان يا رسول الله ايه حكمهم، وقعد بقى ايه ياخد ويدي مع النبي ويسأله كذا سؤال، وبعدين برضو قعد يعني يفضفض مع النبي عمل حوار بقى حديث طويل. وبعدين قال له يا رسول الله انا كان عندي جارية وبترعى الغنم، وبعدين جاء ذئب خد منها شاة، وانا رجل بغضب زي بقية الناس رحت ضاربها، وبعدين ضميري أنبني أعتقها يا رسول الله، واخد بالك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دعها لي لأن لا يجوز عتق الكافر، فهمت ازاي؟ فالنبي عايز يشوف الأول مؤمنة ولا لا عشان ايه يجيزه على العتق. فجاءت الجارية وكانت لا تحسن الكلام، فقال لها من تعبدين، أو في رواية أين الله، فأشارت إلى السماء، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. قال من أنا؟ قالت رسول الله. ثم إيه قال ومن تعبدين، فأشارت للسماء جهة التنزيه. واخد حديث الجارية اللي هم جعلوه بقى الوهابية أصل عقائدهم بالجهة، واخد بالك، وهي جهة تنزيه وليس جهة إيه حلول، لكن هي الغباوة الوهابية المعهودة. فالجدع ده هو ورا حديث الجارية، هو ده اللي إيه لخبط الجماعة الوهابية. الجدع ده هو ده بتاع إيه وسكل أمياه، واخد بالك. وعن أبي قال حدثنا صدقة قال أنبأنا ابن علية ويحيى بن سعيد عن حجاج الصواف عن يحيى عن هلال عن عطاء عن معاوية بن نحوي. باب قتل الحية والعقرب في الصلاة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا عايشين في بيئة صحراوية، فممكن إيه تبص تلاقي حية تعدي وانت في الصلاة تسيبها تقرصك بقى، او مثلا ابنك نايم جنبك ولا مراتك وفي حية معدية تقول مصلحة بقى، انت متخانق مع مراتك مصلحة سيبها بقى خلينا نخلص منها، لا حرام، حتى لو متخانق معاها برضو اقتل الحية، واخد بقى اوعى تسيبها. ليه بقى؟ حتى في الصلاة، حتى في الصلاة ولا تقطع صلاتك، يعني تقتلها وتكمل صلاتك عادي، والعقرب كذلك تقتلها وتكمل صلاتك عادي. ليه؟ لدفع الضرر، فهمت. وعن أبي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام عن يحيى عن ضمضم عن ضمضم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، قال يحيى الأسودان الحية والعقرب. ونقف على باب قصر الصلاة في السفر غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.